سهام 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 اصحيلي. ايه يا سيف، في حد يصحي حد بالطريقه دي يا اخي؟ ايه ده؟ عقب سجاره. وايه اللي جاب عقب السجاره ده في اوضتي؟ يعني انت مصحيني نوم عشان تسالني ايه اللي جاب عقب السجاره دي في اوضتي؟ مين اللي دخل اوضه نومي وشرب السجاره دي؟ خلي بالك من كلامك يا سيف، انا اللي بشرب سجاير. ارتحت؟ بشرب سجاير من ورايا؟ هو انا لاقياك؟ هو انت بتيجي؟ انا ما بقتش اشوفك يا بيه، ما جاتش فرصه عشان اقول لحضرتك. انت ازاي تعملي كده اصلا من غير ما تاخدي اذني؟ دي حريه شخصيه. هو انا عيله صغيره؟ ما هي المصيبه انك مش عيله صغيره، انت ست كبيره وناضجه ومتجوزه وليك راجل، المفروض تعملي كل حاجه بعد ما تاخدي اذني. حاضر، اديني باخد اذنك اهو. ممكن اشرب سجاير؟ لا مرفوض، سامعاني؟ ومن دلوقتي حالا اياكي تلمسي السجاير دي تاني، مفهوم ولا لا؟ طب ما تحبسني احسن. سهام، انت عارفه ان دماغي فايته، انا ممكن اعملها احبسك. ليه؟ عملت لك ايه عشان تعمل فيا كل ده؟ انت عارفه كويس ان انا اصلا ما بحبش منظر الست اللي بتشرب سجاير. وانا بحبها وعايزاها. وبتشرب سجاير دي من امتى؟ من ساعه ما روحت العين السخنه جربتها فعجبتني فشربتها. جربتيها؟ انت عايشه بقى وانا نايم هنا في مصر على وداني. ومين بقى ان شاء الله اللي علمها لك؟ انا علمتها لنفسي، محدش. جبت سجاير منين؟ جرى ايه؟ هو تحقيق من الاوتيل. وفين علبه السجاير دي؟ دي بقى تعيشه تقرف. اتفضل، ارتحت. بص يا سهام، انا هعديلك المره دي وعلبه السجاير دي هتفضل معايا، لكن قسما بالله العلي العظيم لو شفتك لمسه سجاره بعد كده هيبقى يومك مش فايت. ايه؟ انت ليه بتحب تعمل كل الحاجات اللي بتضايقني ليه؟ بالعكس، انا بخاف على مصلحتك وعلى صحتك. سيبني اختار حاجه مره واحده لنفسي. وانت يوم ما تختاري ما تختاريش غير الحاجه اللي تضرك. سيبها تضرني يا اخي، ولما تضرني ابقى غلطت وتعلمت من غلطي. تتعلمي ايه يا هاني؟ ما تتهبلتي في دماغك، انت صغيره عشان تتعلمي، انت كبيره وناضجه. ايوه صغيره، لاني مجبوره على اللي انا بعمله، عمري ما اخترت حاجه لنفسي، كان في دايما حد بينصحني ولازم اعمل طبعا بنصايحه ولا ابقى بنت 60 في 70، انما دلوقتي يا سيف انا كبرت ولازم اختار. خلاص يبقى تختاري حاجه غير السجاير. ما انا لو اخترت غيرها ما يبقاش اختيار، يبقى اجبار، وانا بحبها وعايزاها. انا مش فاهم ايه اللي عاجبك في السجاير ومخليكي تمسكي فيها كده. بنفخ فيها يا اخي، بطلع فيها النار اللي جوايا بدل ما تحرقني. نار ياما، نار ايه يا حبيبتي؟ ما انت عايشه زي الفل اهو، تتبل في دماغك ولا ايه؟ نار الملل والوحده اللي انا عايشه فيهم. ملل ووحده؟ انت بتلمح على ايه بالظبط؟ انت بترمي بالكلام عليا ولا ايه؟ طبعا، ما انا عشان ما بخلفش مش جايب لك حته عيل يملى عليك البيت، يبقى انت عايشه في ملل وفي وحده، مش ده اللي انت عايزه تقوليه؟ انت ايه بتتلكك؟ هو انا قلت لك حاجه؟ انت مش محتاجه تقولي اصلا، كلامك واصل. انا لو مش عايزاك يا استاذ ما كنتش رجعت لك بعد اللي انت عملته. برضه مش عايزه تنسي، انت عجيبه. انسى ايه؟ انسى ان انت عايشتني في وهمي سنتين ان انا ما بخلفش؟ انسى لفي على الدكاتره؟ انسى الادويه اللي كنت باخدها وانت عارف كل ده وانا بتعذب وساكت؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ الموضوع ده خلاص احنا قفلناه، انت ليه بتفتحيه تاني؟ ما اقدرش انساه، مش هينفع، مش عارفه انساه يا سيف، مش عارفه. ايه النكد اللي انا عايش فيه ده؟ نكد ليل ونهار. انا قرفت قرفت.